انا مش عايز تعترف وتقول على اللي وزك تسرق عمود النور. يا باشا انا كنت بغير اللمبه، هو اللي اتخلع في ايدي. اتخلع في ايدك ليه؟ هو زرار قميص. خد على الحجز عسكري. امرك يا فندم. اسمع. تمام يا فندم. في حد لسه بره انا ما حبستوش؟ حد لسه ما حبستوش؟ حضرتك ده الشارع كله بايت عندنا بره. كويس كويس، علشان الشوارع تفضى. نفسي في يوم اروح بيتنا بدري. امشي بيه. تمام يا فندم. يلا يا مجتهد. لو سمحت عايز اقابل حكم دار المعتقل. اسطور. حضرتك حقوق انسان؟ لا يا ابني، ده حقوق عين شمس. حقوق عين شمس. اهلا وسهلا، منوره يا حاجه. إيه عندكم جدعين، واحد اسمه عادل سعيد وواحد اسمه رمزي، عايزين نشوفهم. ايوه دول ممسوكين مخدرات. لا يمكن لا يمكن، العصفورتين الكتكوتتين دول بيتعاطوا سم ابيض. يتعاطوا ايه يا هانم؟ دول الايد اليمين والايد الشمال لاكبر تاجر مخدرات في الجمهوريه، المعلم خيال. حضرتك يوسف باشي، من فضلك طلب انساني ملح من زوجه ثكلى، ممكن اقابل المتهم حتى تثبت ادانته؟ انت دبلوم حقوق ولا ايه؟ الهي ما يشفيك، عايز اشوف ابني. اسمعي يا حجه، هيترحلوا بكره على النيابه، ابقوا اسبقوهم على هناك. نو I'm going to talk to my lawyer. ها اكبر محامي هجيبه هنا. وبعدين من فضلك يا حجه، الضابط ده بياخد باله من ست ستات. لو سمحت من فضلك، انا كده مضطره ان انا اصعد الموقف. انا شاكك في شهادتك اصلا. طب الحرص واجب يا عسكري. امرك يا فندم. ابعت لي العيلين اللي جم امبارح بالليل. تمام يا فندم. ما تقلقوش، العدل هياخد مجراه. انا عارفه ان ابني مظلوم. اكيدي اكيدي اكيدي، اصحابه الشريرين هم اللي علموهم كده. انا هقف جنب عادل حتى النهايه، وعمري ما هطلب منه الطلاق ابدا. اصيله يا مرات ابني، اصيله. الا لو ثبت عليه الحكم طبعا. واطي طول عمرك. ماما حماتي رانيا. ايه ده مفيش حد في استقبالي؟ امال فين فتله وحته؟ طيب ماما انا مظلوم يا ماما، انا مظلوم والله يا رانيا، مظلوم يا حماتي. وانا كمان كلكم والله مظلوم. احنا بتوع الكوكتيل يا حضر الظابط، احنا بتوع الكوكتيل. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسمعي يا حجه، يا ريت تعقلي ابنك وتخليه يعترف على شركائه، المعلم خيال والاخ ميكروباص. لو اعترف عليهم ممكن الحكم يتخفف، يبقى 20-25. حضرتك ازاي؟ انا حضرتك والله انا ولا اعرف خيال ده ولا عمري ركبت ميكروباص. حضرتك احنا زمان في القهوه، احنا بتوع كوكتيل. كوكتيل يا باشا. هو الكوكتيل نزل جدول؟ مش عايز رغم. اسمع يا حاجه، لو هتقولوا لهم حاجه او هيدلوكوا على مكان الحاجه، يا ريت تخلصوا بسرعه علشان الزياره انتهت. الوداع يا عادل، تمسك يا حبيبي حتى النهاية. أنا ما وعدكيش إن أقدر أتمسك أكتر من كده. لا. طب بقولوا بقى الحتة وفتلة إن هما يجوا يزوروني علشان إن النهاردة أنا محبوس. عادل أشوفك بكرة في النيابة يا عادل. ماما أعملي لي سندوتشات بالبسطرمة يا ماما. وكتري السندوتشات والبسطرمة يا مرات عمي. لا أنتوا ما تاكلوش بسطرميات خالص، أنا هجيب لكم تيك أواي، أنا هجيب لكم سندوتشات هوت دوج. هوت دوج إزاي بس يا حماتي؟ إذا كان دوج هياكل دوج إزاي يعني؟ لوك كتير أنا مش عايز، ويا ريت تعترفوا وتخلصوني علشان أقفل المحضر ونبقى أصدقاء. يا باشا انا تحت امرك، بس حضرتك اللي اسمه خيال وميكروباص ده انا ما اعرفهمش على حضرتك. وبعدين احنا زباين عاديين في القهوه، واسال في القهوه، احنا بتوع الكوكتيل حضرتك. كوكتيل، انتم مسميين الصنف كوكتيل؟ ها يا باشا، هو من ذليل الازل اسمه كوكتيل. ذليل الازل يعني شغالين في الصنف من زمان. انا كنت تايه عنكم فين. يخرب بيتك يا ابني، اسكت بقى. هتودينا فين اكتر من الاسم؟ هتحبس فينا ايه زياده عن ما احنا محبوسين؟ يا باشا حضرتك بعد اذنك، يعني انا راجل محترم وشاعر وليا قصايد وليا اعمال كتيره جدا في كل حته في البيت عندي. واعرف منين انك شاعر؟ حضرتك انا الشاعر عادل سعيد، ممكن اقول لك قطعه من اشعاري تعرف ان انا شاعر. اتفضل. يا مصر. الله، جيت لي على الجرح. أنا آسف إني جيت على جرح حضرتك، معرفش إنك متعور خالص يعني. لا ولا يهمك، كل هون في سبيل مصر، كمل. يا مصر فيك الشعب بيبص على الهرم وهو ماشي بيزغرط، محمد بيزغرط، سيد بيزغرط، مايكل بيزغرط، منير بيزغرط، جورج بيزغرط، انتصار بتزغرط، إنعام بتزغرط، الظابط بيشخر.
دول، انا بحب مصر قوي دول. اخطب لك بعدين الظابط نام، يلا بينا نهرب يلا. ما تزعقش دول، اصل نقلقه في نومه يا عم. يا غبي، احنا عايزينه زي ما هو نايم، احنا دي فرصتنا عشان نهرب يلا. ايه دولا؟ طب افرض صحي دلوقتي وما لقيناش، هيعرف ان احنا هربنا. اول ما نثبت براءتنا ونشوف خياله وميكروباص ده نبقى نيجي نصحيه ونجيبهم له. يلا طب نسيب له جواب. طيب يا دولا امشي، ما تفكرش ما تفكر، اوعى تخبط في العسكري. ده ما حدش يعرفنا. اقعد اقعد. ده انا معرفتكش يا دولة. الشاول واحد كوكتيل ياد يا بدوي. الله الله الله، انت عرفنا بلدينا، شفتنا قبل كده يا ابوي؟ ده انت صيتك واصل عندينا لحد بحري. يا غبي الجبلي جبلي، ما توديناش في داهية. وعدك واحد عشان تجيل مع واحد كوكتيل لذئاب الجبل. قالوا علينا ديابة واحنا ناس غلابة، يبغانا واطي خندي حكيتنا عرب بابا. عزيز اقعد. وبعدين ايه الكوكتيل اللي انت طالبه؟ في سعيده بيشربوا كوكتيل. ايوه يا دولا، دلوقتي السعيده اتمدنوا يا دولا وبيشربوا كل حاجه يا دولا. يا عم دول شايلين موبايلات دلوقتي. يعني احنا نخلص من البوليس هتوقعنا مع السعيده؟ السعيده دول اجدع ناس يا. ايوه دولا، ما انا من نيهم. من نيهم يا عيني يا سعيده. لو سمحت أمرنا يا باشا. سيفو بلاي، واحد شاي فتلة مع نقطة لبن باردة. وأنا عاوز واحد كابتشينو رغاوي. وعندك واحد شاي فتلة مع واحد كابتشينو البهوات. خدت بالك بهوات؟ ده أنت على إيدي بقيت ميكروباص يا معفن. إيه بقى؟ بس البدلة التنكرية الجديدة دي ليها هبة برضه، وعمر الحكومة ما هتشك إننا نقعد في نفس المكان اللي هربنا منه. خير شفت يالا يا رمزي؟ ولا رمزي. ايوه يا دولا. يالا عادي عادي، هم دول يالا خيال وميكروباص. ايوه يا دولا، هم وميكروباص ندف يا دولا، باين عليه خدوا الشندوكو. نقفش يا غبي نقفش، احنا الاول هنستدرجهم في الكلام. اصبر اصبر. بعدين يا خيال، السوق نايم والبوليس صاحي وكده، البضاعه هترنخ عندنا. ايه وبعدين يا معلم دحش؟ لا طب وليه الغلط بقى دولا كده بقى؟ غبي يا غبي، ده اسمك. وبعدين يا معلم دحش، هنعاود على الصعيد تاني من غير ما يكون معانا ولا حتة مخدرات قد كده. الشباب هناك بيتمرمخ في الارض. اه قلبي معاك يا معلم بغل. ايه بغل دي؟ مش معنى تقصيري جحش. ماشي ماشي، اما ناخد بس براءة هفرجك. الشباب عندنا في الصعيد عم بيطحن الجوالح ويشمها. سمع اللي انا سامعه يا خيال؟ طبعا، ولا في الخيال. زبون الغش مسوق، ومش هيعرفوا ان البضاعه خنتريش وكبس طرابيش. مرحبا يا بلدينا. اهلا اهلا يا بوي، تفضل اقعدوا. منين في جبلي؟ اي حتة في جبلي انا فيها، انا والدازمة دي. ابو زيد كيف؟ الكيف خرمانين يا بوي، خرمانين، مفيش ولا حتى وجيت حشيش. تقدر تحمل كام يا ولدي؟ احمل قد ما تقدر تتديني، الدحش مودود هيشيل على طول. الله يخليك يا معلم بغي. بحري ولا بري؟ ولو كان بحري لازم تلبسه مايوهات. عموما الدحش ده عارف طريق المطرح، كل يوم رايح داي عليه. هاتوا البضاعة بكرة في نفس المكان والساعة 5 بالضبط، هتلاقيني أنا والدحش ده مستنيين. تمام يا معلم، تمام، اتفقنا اتفقنا. قالوا علينا غلابة واحنا يا ناس ذئابة، يا مغنواتي غني. أسهل عملية في تاريخ عالم المخدرات حصلت يا ميكروباص. بص بقى خير،
احنا بعد ما نبيع لبلدياتنا الكرديات دول نكنلنا سنة، وبعد كده نلقط رزقنا في تجارة السلاح. المخدرات خلاص يا خيال اتشمت. جاتك نيلة عليك وعلى افكارك المعفنة. اخيرا هبط عليك يا ميكروباص انت وخيال. كده خيال وزيت عليا. وزيت ايه؟ وزيت ايه؟ اسمع يا توك توك، انا هتحبس معاك. حضرتك بقى الخلافات دي تحلوها هناك بقى في الحبس. المهم حضرتك تعرفني انا والحيوان ده؟ انا ما اعرفش حيوانات ولا اعرفك ولا ارضى انهم يكونوا من عصابتي ومن صبيان. اتحقق كويس يا خيال. جرى ايه يا باشا؟ انت ادرى مني صبياني؟ ما هو لو دول من العصابه الحكم هيتخفف. جرى ايه يا سعاده الباشا؟ ما الراجل قال لسيادتك يعني ان هو ما يعرفناش. انت عايز تلبسنا مصيبه وخلاص؟ ماشي يا مصر يا اللي ظباطك. لا 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 بس بس كفايه شعر يا ابني كفايه. انت بقى لازم تجهز كده هو برقصتين على اغنيتين عشان في الزنزانه هتقابل تأبيده. تأبيده هناك؟ لا لا يا باشا انا بريء. لا البرش ما يجمعناش، انا بريء. قدامي بريء. قدامي بريء. يا خيال. ولا دول مش خيال ده شبه تروماي اللي احنا قتلناه يالا في لخمة راس؟ اه الجيل.